السلام عليكم ومرحبا بكم في قناه كدليس مطبخ رقيه وبشركم بروكا وكنتمنى هذا العيد يدخل عليكم بالصحه والعافيه اليوم ان شاء الله غادي نحضروا عضياتنا المعلكه او المحبوبة الجماهير حلوه السميده والكوك هذه المره جبت لكم بنكهه الليمون حلوه هائله رائعه لا في المذاق ولا حتى في المنظر ما نطولش عليكم يلا معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير لهذه الوصفه غادي ميتين 250 غرام ديال الكوك غادي نضيفو ليه نكهة ديال الليمون أو لا البرتقال قياس معلقة صغيرة وغادي نخلطوهم مع بعضياتهم نبسبسوهم باش هاد المنكه يدخل في هاد الكوك على هاد الشكل هذا ونخليوه على جنب غادي ناخذو انوت اوت غادي نزلو فيه ثلاثه البيضات صغار اولا زوج كبار نضيفو كذلك 150 غرام من السكر الخشن او سكر سنيده قليل من الملح لتعديل الذوق وغادي نخدمو هاد العناصر سواء بالباتور الكتريك أو غير باليدوي نخدموهم مزيان وغادي نضيفو نص كاس ديال الزيت النباتيه وحنا كنخلطو في هذه العناصر غادي نزيدو زوج معالق كبار من لا كونفيتور ديال الليمون ممكن تستغناو عليه غير هو صراحة كيزيد لدة لهاد الحلوة هادي غادي نضيفو الكمية اللي عندنا ديال الكوك وغادي نخلطو هاد العناصر مزيان وغادي نضيفو ميتين غرام ديال السميدة ربعة غرام من خميرة الحلويات وغادي نخلطو مزيان الكل نخلطوهم مزيان حتى يدخلوا في بعضياتهم وينسجموا لينا العناصر وغادي نغطيو عليهم ونخليهم يرتاحوا مده ديال 30 دقيقه ونعاودوا نتلاقاو العجينه ديالتنا ها هي من بعد 30 دقيقه ها هي تجمعات ولينا كنقدروا نتحكموا فيها غادي نبداو نديرو كويرات يكونوا صغار من الاحسن حيتاش كيتنفخوا في الفران وغدا نزلهم في سكر غلاسي ولا سكر ثقيل او لا سكر غلاس وغدا نستمر بنفس العمليه حتى نكمل الكميه اللي عندي غدا ندوز هاد الكويرات اللي صايبت في سكر غلاس خاصهم يدوزو مزيان مزيان في السكر الثقيل على هاد الشكل هذا نعاودو نصيبهم او لا نكورهم مزيان باش سكر كلاصي يقبض بلاصتو وهذا ننزلهم في الطاوه اللي كتدخل للفرن الفران عندي راه شاعل على درجه حراره 165 غدا نكمل هذه الحلوه ديالي اون فوا نسالي غدا ندخلها طيب مده عشرة ديال الدقائق فقط غير يبان التحت ديال الحلوه بدا كيتحمر صافي وتنزلوها اولا تخرجوها من الفران الحلوه ديالتنا ها هي وجدات كيف مسبق سبق لي تشوفوها فقط تحمرات من التحت صافي وكتنزلوها وتخليوها حتى تبرد تماما عاد باش كتنزلوها في طبق التقديم الحلوه ديالتنا كتكون على هذا الشكل هذا كتجي معلكه من الداخل كتجي هائله وكتجي هشيشه وكتذوب في الفم كيف ما كتلاحظوا وما كتاخدش وقت كتير في التحضير والمقادير حتى هما ساهلين ماهلين كيف ما معايا كنتمنى هاد الاقتراح ديال اليوم يكون نال اعجابكم كنتمنى منكم الدعم ديالكم بالاشتراك باللايك لايك بالتعاليق ودمتم في رعايه الله والى اللقاء يا ديليس